تفاصيل مقطع فيديو الاعتداء على طفل في منطقة أبو فطيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. وثق مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الكويت ظهور عدد 4 أشخاص يقومون بالاعتداء على طفل صغير بطريقة وحشية. ومع انتشار الفيديو تساءل الكثير عن ما هو سبب الاعتداء على الطفل ومن هم المعتدين. وألقت الداخلية الكويتية القبض على الجناه وجاري التحقيق الآن للوقوف على ملابسات الواقعة. وأثار مقطع فيديو في منطقة أبو فطيرة حالة كبيرة من الغضب بداخل الشارع الكويتي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الرواد، وطلب مغردون عدم تداول الفيديو لما يترتب عليه من تداعيات من شأنها التسبب في الأذى النفسي للطفل وعائلته. وحسبنا الله ونعم الوكيل، أيا كان السبب لا يجوز الاعتداء على هذا الطفل بطريقة وحشية. أعزائي المتابعين، وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.